هاي يا جماعة، يا رب تكونوا كويسين. أهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن Law of Attraction، وهنتكلم فيه عن قانون الجذب، وهنتكلم عن جذب المال والثراء إلى حياتك، وإزاي تقدر تشتغل وتبرمج عقلك الباطن علشان تقدر تجذب الوفرة المالية وتجذب الثراء وتجذب المال لحياتك. وهل ده ينفع يا رشا؟ يس ينفع. يعني هل أنا أستطيع أن أنا أجذب المال أو الفلوس زي ما بجذب اي حاجه تانية في حياتي؟ يس يس يس. طيب اول حاجه قولوا لي بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه. لو بتتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك للفيديو، لو بتتابعوني من بره مصر بيستعملوا لاف للفيديو، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من مدينه ايه وانتوا برج ايه. بحب اعرف ناس بتتابعني من برج ايه. طيب انا اكتشفت ان في ناس كتير كده تحس ان هو ايه ده، هو ازاي ما شاء الله بيغتني بسرعه كده، ازاي بيعرف يعمل فلوس بسرعه كده، ازاي بيتنطط بسرعه كده وفجاه تلاقي عنده وفره وبيعرف يشتري شركه ويخلص ويتاجر. واحد تاني تحس ان هو لا، انا المال ما بيتدفقش في حياتي. يعني واحد تاني وشخص تلاقيه ما شاء الله تحس ان الفلوس عماله شلالات داخله عليه. هل الشخص ده بيعرف يعمل كده ازاي، او بيقدر يجذب المال ازاي؟ هقول لكم على شويه نقط. النقط دي بتأثر على طريقتك لجذب المال. طيب رقم واحد، الامتنان. الامتنان يعني انت لازم تحمد وتشكر ربنا على النعمة اللي عندك. يعني دايما الشخص اللي ممتن للنعمة اللي عنده وحاسس بوفرة وبيشكر ربنا على كل الحاجات اللي عنده، تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الحاجات اللي عنده، تلاقي ربنا بيبارك في الاشياء الموجودة عنده. فلازم يكون عندنا طاقة امتنان، يعني دايما تكون ممتن بالنعم اللي عندك مهما كانت بسيطة. ويعني الحاجات اللي ربنا بيديها لك لازم دايما تشكر ربنا عليها، لان في ناس تانية ممكن تكون بتتمنى النعم اللي عندك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني كل ما بتشكر ربنا ربنا بيزيد لك من نعمه. يبقى رقم واحد الامتنان. رقم اتنين يعني كثرة الاستغفار. تخيلوا ان كثرة الاستغفار بتزود المال؟ يس، لان كل ما بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا بيوسع رزقك. يعني كثرة الاستغفار فيها تفريج للهم، فاستغفروا ربنا سبحانه وتعالى كتير. تالت حاجة، لازم تغير فكرتك عن المال، تبرمج عقلك الباطن وتغير فكرة. يعني زمان في ناس يقولك الناس الأغنياء دول كلهم تجار مخدرات، الناس الأغنياء اللي معاهم فلوس دول كلهم تجار سلاح. لا، الناس الأغنياء دول عادي، ممكن يكون شخص عادي جدا، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون دكتور، ممكن يكون تاجر، ممكن. فالموضوع يبقى احنا لازم الفكرة بتاعتنا السلبية الموجودة عن المال نغيرها ونعملها ريبليسمنت بفكرة إيجابية. يعني أي حد ممكن يجذب المال، أي حد ممكن يدخل في حياته فلوس، فلازم نعيد برمجة العقل الباطن بتاعنا عن المال. يعني المال ده حاجة عادية، المال ده حاجة كويسة. ولازم كمان ان انت تنشيت او تتعمل علاقة صداقة بينك وبين الفلوس. يعني انت تحب الفلوس، تحب تحس ان الفلوس دي صديقة لك، وان انت بتعرف تجذب. ولازم تبقى عندك يقين او عندك ايمان ان انت تقدر تجذب الفلوس، وان انت تستحق ان انت تجذب الفلوس وتستحق الثراء. لو انت شايف ان انت لا تستحق ان انت تكون ثري، وان انت تكون عندك وفرة مالية، وان انت تكون شخص غني، عمرك ما هتكون شخص غني. يبقى لازم يكون عندك اقتناع ويقين وايمان ان انت تستحق الثراء، تستحق ان انت تكون عندك فلوس، تستحق الغنى. اوكي، في ناس بتحس ان هي ما تستحقش، وان هي فاشله في البيزنس، وان هي لو فتحت بيزنس هتفشل. وفي ناس تقول لك هو انا لو فتحت بيزنس اصلا انا هبقى هو يعني الماركت ده كله خلاص واقف مستنين انا اللي افتح بيزنس. غلط غلط غلط. يبقى لازم فكرتك عن المال تبقى فكره ايجابيه. الحاجه الثانيه ان انت تبقى عندك الشعور بالوفره. انت حاسس ان انت عندك وفره، شعور بوفره، انت حاسس ان انت غني، حاسس ان انت اوريدي عايش في الحاله اللي انت عايز تجذبها. يعني دايما تحس يعني اتصرف كانك بريتندد، يعني فيك ات تيليو ميك ات، بريتند ان انت شخص غني، ادعي ان انت شخص غني، تعامل ان انت شخص غني. يعني اخرج كده، افطر في مكان حلو، تصدق. تخيل ان الصدقه، ان الشخص اللي بيتصدق شخص عنده وفره. فلما انت بتتصدق وبتتصدق بفلوس بتحس ان عندك طاقه وفره وعندك فلوس زياده فبتتصدق، فبالتالي بيجي لك بيحصل تدفق للاموال لحركه المال، بيجي لك فلوس مكان الفلوس اللي انت تصدقت بيها. لا ينقص مال من صدقه. يعني كل ما هتتصدق سبحان الله هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك عن الفلوس اللي انت تصدقت بيها وبيجيبها لك اضعاف مضاعفه. يا جماعه الصدقه بتعمل تدفق لطاقه المال قويه جدا جدا. ممكن تعمله في بقى حاجه اسمها بوزيتيف افيرميشن او التوكيدات الايجابيه. يعني تقعد تقول انا عندي من المال ما يكفيني وما يكفي حاجتي او ما يكفي احتياجاتي واحتياجات اهلي مثلا وعيلتي واصدقائي واحبابي. انا امتلك من المال
ما يكفي كل نفقاتي، وان انا بغطي نفقاتي ونفقات عيلتي. لازم تقعد تعمل بوزيتيف افيرميشن او توكيدات ايجابيه كل يوم. انا غني، انا عندي وفره ماليه، انا عندي السياره اللي بحلم بيها، انا بسكن في البيت اللي بحلم. يعني عيش او تخيل يعني انت الحاله اللي انت عليها لما يكون معاك فلوس كتير اللي انت نفسك فيها. الحاجه المهمه برضو او هي نقطه رقم 7، ايماجن. دايما تخيل لو انت معاك مليون دولار، اقعد كده تخيل كده انت فجاه كده اتحط في حسابك مليون دولار. مليون دولار بجد، هتعمل ايه بالمليون دولار دول؟ تخيل هتصرفهم ازاي، هتصرف المليون دولار دول ازاي. اتخيل وشغل عقلك الباطن. يعني كل واحد دلوقتي يقول لي لو معاه مليون دولار هيعمل بيهم ايه. انا مثلا هشتري بيت كبير جدا عشان انا بحب البيوت الكبيره. هشتري بيت كبير وهشتري بيت كمان لاهلي يبقى جنب بيتي، وهشتري عربيه لنفسي فيها، وهعمل بيزنس. يعني هعمل بيزنس كبير او مصنع، هفتح مطعم عشان نفسي يكون عندي مطعم. ونفسي ساعد المحتاجين. كل واحد يقول لي لو معاه مليون دولار هيعمل ايه. فلازم تتخيل اللي هو هتصرف الفلوس ازاي لو معاك الفلوس. تخيل مثلا انت عايش في بيت كبير، تخيل انت سايق العربيه اللي انت نفسك فيها. يعني مش بس تتخيل الفلوس، لا، تخيل ان انت عندك الفلوس دي وانت بتتصور وبتايماجن ازاي هتصرفها. ولازم يكون عندك استحقاق. الشعور بالاستحقاق شعور مهم جدا. يعني انت عارف انت تستحق هذه الاموال، انت تستحق تدفق المال في حياتك، انت تستحق ان انت تكون شخص غني. اوكي. وكمان لازم تنمي مهاراتك في ان انت لما يكون عندك الفلوس دي. يعني دايما ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش للانسان الحاجه او النعمه الا ما يكون مستعد. فلازم يبقى تنمي مهاراتك وتكون مستعد لاستقبال هذا المال، وازاي هتقدر ان انت تمانج الاموال دي او 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 تدير هذه الاموال. يعني نمي مهارات البيع والشراء بتاعتك، نمي مهارات الاقناع بتاعتك، البرزنتيشن سكيلز بتاعتك، قدرتك على الكلام. فالمهارات اللي هتحتاجها علشان تدير البيزنس بتاعك او تدير الاموال بتاعتك لازم تكون مستعد لاداره هذه الاموال. ربنا لما انت تكون مستعد هذه الاشياء هتجيلك. لما انت تشعر ان انت تستحق وان انت قادر على اداره هذا المال، المال ده هيجيلك. اخر حاجه هو ايماجينيشن، وقلتها لكم مهمه جدا جدا. تخيل 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 ان انت عايش حياه الفانسي اللي انت نفسك فيها. تخيل ان انت راكب طياره فيرست كلاس ومسافر تقضي الويك اند بتاعتك في مكان بره يومين وراجع تاني. تخيل انت بتاكل في مطعم فارح كده، مطعم فيري اليجنت، مطعم فخم جدا، ومعاك الشخص اللي انت بتحبه. تخيل انت شاري هديه للشخص اللي انت بتحبه فخمه جدا جدا، وشاريها وانت عادي مش حاسس ده هديه عاديه، كانك شاري له باكو بسكوت يعني. فايماجين الحاجات اللي انت نفسك فيها. ايماجين ان انت داخله سيفورا في يو اس اي، عماله بقى تحطي كده معاك، وتحطي تحطي هدى بيوتي برودكتس، تحطي فنتي، تحطي الحاجات اللي انت عايزه تشتريها، البرودكتس اللي انت غاليه قوي نفسك تجيبيها، والسكين كير. تخيل انت في جاكوزي في مكان كده في برج العرب على يعني على في البيسين، عمال حد بيعمل لك ضوافرك. ايماجين الرفاهيه اللي انت هتشعر بيها بالمال. صدقوني الحاجات دي كلها بتفرق يا جماعه. يعني لازم تكون انت مقتنع، انت يو كان اتراكت وات يو ار ناو. انت بتقدر تجذب الحاله اللي انت عليها دلوقتي. لما تحس ان انت معدم، انت فقير، ان انت اصلا مش لاقي تاكل، والفلوس دي هتيجي ازاي اصلا؟ ما تفكروش في العقبات يا جماعه، ما تفكرش في ازاي، اتس نوت يور بروبلم. فكروا في النتيجه النهائيه، فكروا في الاند ريزلتس. ازاي دي مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انت هتعمل اللي عليك وهتسيب الباقي على ربنا. اما ازاي دي مش بتاعتك، بتاعت ربنا. فانت do your best، اشتغل على نفسك، طور مهاراتك، اعمل اللي عليك، واعمل قرب الفايبريشن بتاعتك والتردد بتاعك ان انت تتخيل الحاجات اللي انت عايز توصل لها. وصدقوني هتقدروا توصلوا لكل حاجه انتوا عايزينها. جذب المال سهل جدا جدا. يعني اي حد وصل اللي هو عايزه ماديا وماليا كان بيقول لك انا كنت شايف نفسي كده. يعني انا شفت انترفيوز كتير جدا لمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو، الاثنين دول مثالين لاشخاص كانوا بسيط جدا، يعني كانوا من عائلات اقل من المستوى الطبيعي، وقدروا ان هم يعيشوا حياه فاخره، وان هم من اغنى اغنياء العالم، ومن اغنى اغنياء لعيبه الكوره. هل الناس دي كانوا هم بيشتغلوا في القريه بتاعتهم او في البلد بتاعتهم كانوا يتوقعوا ان هم يوصلوا للي هم فيه دلوقتي؟ يس، دي ايماجند، كانوا عارفين ان هم يستحقوا، كانوا عارفين ان هم هيوصلوا لحلمهم. انت كمان خلي عندك حلم وركز عليه
وركز على النتيجة النهائية، ملكش دعوة بالنو هاو الموضوع هيحصل ازاي، ده مش بتاعتك. اهم حاجة اللي تركز عليه اللي هو انا هوصل، انا هوصل، انا متأكد ان انا هوصل، متأكد ان انا هبقى عندي طيارة خاصة. محمد رمضان يا جماعة، محمد رمضان ممثل مجتهد جدا جدا، الشخص ده كان محمد رمضان كان طلع في افلام زمان في بداياته مع نجوم كبار جدا، كان مش عارفة بياخد بالقلم، اللي هو يعني كان في دور كومبارس او دور يعني بدائي جدا جدا. النجوم دول دلوقتي يتمنوا يشتغلوا مع محمد رمضان. هل محمد رمضان اول ما طلع يمثل دور بسيط جدا كان متخيل ان هو في يوم من الايام هيبقى المسلسل بتاعه اهم مسلسل في العالم كله او في الوطن العربي كله وعامل اعلى نسبه مشاهده في كل المنصات؟ اكيد لا، يعني اكيد صار، اكيد هو يعني قصدي ظروفه بتقول لك لا، بس هو كان شايف ان هو هيقدر يوصل، هوش كان شايف ان الحفله بتاعته هتبقى ويجز. ناس كتير قوي يا جماعه عرفوا يوصلوا اللي هم عايزينه احسن من اللي هم عايزينه بكتير جدا. قولوا لي يا جماعه هل قدرتوا تجذبوا فلوس ولا لا قبل كده؟ بس عايزاكم تزودوا بوزيتيف كونفرميشن، تكتب انا عندي وفره ماليه، انا غني، انا بشتري كل حاجه نفسي فيها، انا بحقق احلامي كلها، انا عايش في الفيلا اللي بحلم بيها، انا وتكتب الافرميشن دي او التوكيدات دي لغه المضارع. واستنوا فيديو كل اسبوع هنتكلم فيه عن قانون الجذب وعلم التخاطر. شكرا، بحبكم جدا. قولوا لي بتحبوا فيديو بتاع قانون الجذب والتخاطر ولا لا؟ لو بتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك، بتابعوني بره مصر بليز تعملوا لايك، وتقولوا لي بتتابعوني من فين، وبليز تعملوا شير كتير او منشن لاي حد انتوا شايفين ان هو محتاج يسمع الكلام ده. ثانك يو، باي، بحبكم جدا. وبليز كلكم يلا ادخلوا لي اعملوا لي فولو على الانستجرام، كل واحد يقول لي هل شفت شخص فعلا كان مصدق ان هو هيقدر يوصل بالرغم، او انت حصل معاك كده ان انت كنت حاسس ان انت هتقدر توصل للي انت عايزه بالرغم من كل الصعوبات وكل الظروف اللي حواليك وقدرت توصل ولا لا؟ ثانك يو، باي.